شعبان الراوي، تاجر قماش كبير، زلمة صاحب كيف وبيحب الوجه الحسن ومحل سهره معروف. نحن شاكين انه بيتعامل مع الجيش الحر وبيمول اكتر من كتيبة ومجموعة. بدنا باسلوبك الحلو تزبطي وتسربي له المعلومة اللي رح قلك اياها. كالوكي دنيا هي دين بانوكي كانو يسي دنيا هي دين مانوكي كانو يسي أحلى دحنور الله حيو الأبو محمد. والله شو صار أحلى دحنور؟ مبارح كنت شايفه كخة وما بيسوى. الله يسلم لك يا الله يخلي لك ولادك ويحفظهم، بس ما في مشكلة، دحنون قلبه كبير وبيسامع. تعرف لك سرو، أنا يعني شوي اليوم روقت من الغلة اللي جمعتها بتطلع الناس على بيوتهم والغلة اللي جابوها الأولاد، يعني سكجنا حالنا شوي وعملنا طبخة من قريبه. شو تقعك حماد، ما قلت لك دبارك عندي؟ هاي حركة الأسانسير شغلة حلال وبيجيها من وراها رزقة طيبة. بس بدي اشتغل يا سرو، بدي شغلة ثابتة تجيب لي ورق. روق أبو حمد، روق، لا تضوج، دبر حالك بهي لبينما نلاقي شغلة تانية. ماشي؟ ماشي. بس هلا أنا إلي عندك مصلحة. مرني. إلك ولا للزقر؟ غسل زقر. بدي أوصل مشوار شي ساعتين زمان. بتدير بالك على الدحنون وبتدلله. الدحنون بعيوني. أبو محمد، ورحمة أمي، ورحمة أمي، ورحمة أمي. كرامته مثل كرامتي وأعز. لهلك سرور، الدحنون بأيدي أمينة. ناولني راسك. منقول سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. لا لا بدحنون، لا شبهك. جاي اسألك شلونك؟ بس لو بتعرف قديشك عزيز وغالي على صاحبك. كتير سرور بيحبك يا دحنون، كتير بيحبك. يعني بفهم من كلامك مانك ناوي تتجوزها نظامي؟ لك والله مالي عرفان شو بدي ساوي. وقت اللي تركتني وراحت اتجوزت لو كنت رح جن. بتصدق انه يوم عرسها كنت راعي خرطشها هي وجوزها؟ هلا لما صارت إلي فتنا بالحيط. والله مالي عرفان شو بدي ساوي. رح شي يا وزيك؟ لوين رايح لعندها؟ لك ايش بيعرفني؟ سلام. الله معه. مهون ان شاء الله. نعيمة. الله ينعم عليك يا مامي. شو وين كنتي اليوم مامي؟ وين بدي كون يعني؟ ما كيف المعهد؟ منيح. شفتي البابا اليوم؟ لا ما شفت البابا، بس حكينا. وكيفه؟ ان شاء الله مبسوط. بجنن، بيطير العقل. هو من ناحية بجنن، فبجنن بلد. إيه أمه ما بتطيقه. لا تحكي عن بابي هيك، عن جد بيطير العقل. إيه طولي بالك، ما حكينا شي عن السيد كمال بيك. بس الله يرحم. بتعرفي شو مامي؟ أنا رح أتركك تكفي الحديث لحالك، لأنه أنا تعبانة لازم فوت. هيلف لف ويرجع لي ويجي قدامي.
جايين نتحمى بس شكله وشي مو خير عليك. وشك طفى الكهرباء شرف. لا تخاف لا تخاف محلولة. ضل حامل شمع. حاكم الأيام. الشمع يا صاحبي صار مثل الهوية. لازم ضل معك وين ما رحت، ما بتعرف التقنين بأي لحظة بيك بس. شلون خالتي؟ منيحة، تسلم عليك. ده بطل كذب. أنت بدك بطل الكذب أنت، لك هي مو معترفة من الأساس إني ابن أخت حتى تسلم علي. وأبوك شلونه؟ مانو منيح وما بيسلم عليك، منيح هيك؟ شو جايب معك بالكيس؟ غسيل يعني أنواعي مشان تغسل لي إياه. طيب ماشي. بس اغسل بقى مرق لك يا هون مثل العاده يعني تعرف فخش الباب لك انت الوحيد اللي معترف فيني من عليك الليادة والباقي كله مستعر مني ومو حاسبني عايش من اساسه شو هالحكي لك سرور عيب عليك لك نحن في بيننا عشرة شو جاب هالسيره هلا لك ما في شيء بس هيك هلا انتبهت انه انت الوحيد اللي من عيله امي اللي بيقول لي مرحبا وانت الوحيد اللي مطمنش اني ابن حرام مو معرف لي أب. وإنه أمي جابت العيب على العيلة العيب اللي هو أنا يعني لك عيب عليك عيب عليك هلأ جاي تحكي هالحكي لك نحن في بيننا عشرة لك يطلع من هالبوابة لما كنا رفقات نحن أولاد صغار كنت حسبتني ابن حرام مثلك مثل غيرك لا يا سيدي مو صحيح هلأ خالتي الله يرحمها خنبصت كتير بحياتها بس ما بيجوز عليها غير الرحمة والعيلة كلياتهم أخذين منك موقف هذا مو ذنبك ذنبهم وصرنا حاكين بالقصة فوق المئة مرة أنه هذا الموضوع يتسكر وما بقى ينفتح ليش عم تفتحه؟ يعني ما في شيء بس هيك سودت الدنيا بوشي تذكرت الأول معتم اللي عاشت في أمي سنتين من دون ما أحد يدق بابا وماتت من دون عزب أجنازة تعرف شو بابس على بالي؟ شديه يكون عايش ببيت أنا وأمي وأبي يقوم أبي بنص الليل بده يدي حاجة يشوف الغرفة مضواية ويفوت يلاقيها كلها دخان ويكتشف إني عم دخن يقوم يكبسني نقفة دين قتلة صوتي توصل لراس الحارة هو يضرب وأنا أقول له إيدي بزنارك بسرور إيدي بزنارك آخر مرة بعملها آخر مرة والله ما عاد عيدها يروح ينام يرجع بعد ساعة على الغرفة يلاقيني متكشف ويغطيني يدعني بوسع على جبيني اللي وجعتك يا بيب وامي تكون واقفة ورا خلصنا بقى خلصنا بقى لك سرور خالتي ماتت والله يرحمها ما قلت لي شلون الدحنون 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 ملك الدحنون وبعده لا لا لك شغله وما بتزعل عن جد يا سيدي قديش انت غالي علي هيك الدحنون غالي علي الله يعز قدرك شو بسطتي يا قطه اذا انا قطه انت شو فارق حرام عليك انا قطه صغيره مياو هذا خيل القطط لاجلك ايه قلت لي مشغلك بأول الغوطة ما هيك؟ بس والله تعطرنا هنيك بالزور ماشي الشغل يلا هانت الشباب رح يخلصوه عن قريب عم يحضروا لحملة عسكرية كبيرة كتير خلص بدهم يحسموا كل شيء هيدي إشاعة سمعناها مليون مرة ما عاد نعرف مين بنصدق لا هذا كلام نظامي وأكيد ضابط مهم كتير حكى لي إياه وهو سكران وقال لي إنه عم تصير تجهيزات كبيرة كتير وحتى رح يسحبوا العساكر الموجودين من جهة اللي بتقابل المعامل مشان يهجموا بهاليومين بس هذا الشيء عم يصير بمنتهى السرية مشان المفاجأة يعني ما بعرف أنا هيك خبرني الضابط ها أنا ما دخلني أيوة تكسبتي يصطفلو نحن ما دخلنا قلتك نحن ما دخلنا دخيله دخيلك انا تعي لقلك تعي